وين بلاط يا اخوان؟ بلاط 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 لا على تنطيط خليه خليه يخرج الجواب لا حطيه على راس الغاز دير بالك دير خلاص بس 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 لا جاش بيضيف خلاص خشي خلاص تناول يلا محمد خلاص يلا تعال يا موسى انت يا اسماعيل بس يحط لا يضرب خلاص قيموا قيموا بالمره بالمره خلاص فكره لا ورا لا ورا لا ورا خليها لا لا تجي 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 هاي 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 نطلع يا موسى محمد خذ خذ يا سلام زي ما هسه عسيف عندك خذ منه خذ منه عليك زي هاي دايم الله مرحبا يا باشا كيف حالك يا هلا يا هلا سلامات كيف حالك؟ كيف الصحة؟ حياك الله. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. والديك. الجميع يا رب. وسيادك. أمة محمد واللي فيها التربة. أمة محمد إسماعيل. هذا أبو أحمد. سليمان العواد. هو رئيس فرع منظمة التحرير في حواره وفي سهل كوزة بزيدها هلا وكله بيطلع على النتها وبكسرها بكسرها بجيب الثاني ايش هاي وين رايح ايوه لان الثاني يا هو اللي لعباس ولا على ايش خايف هيو بعد بكره بدهم يجوا عندكم على نيويورك 2/9 والله بيطارد على الفاضي ويا خساره بيضيع في وقته في وقتنا احنا مش في وقته هو في وقتنا احنا